السلام عليكم الإخوة الكرام، تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فتنشكركم على الدعم تاعكم للقناة وعلى التعاليق نتاعكم وعلى اللي لايك نتاعكم وعلى الاشتراك ديالكم بالقناة. فالناس اللي مشتركين في القناة حاولوا أنكم تفاعلوا معنا في القناة، كون أن جميع التفاعلات كتكون من ناس غير مشتركة، والناس اللي راهم جداد وكيتفرجوا فينا يحاولوا انهم يفعلوا زر الجرس ويتابونوا معنا في القناة. وكنشكركم بزاف، من التحية لكم من المغرب لجميع الدول اللي كتابعنا على هذه القناة. فبالنسبة لهذه القناة كانت كتلوح فقط دي فيديو على الكالوبسات وعلى باردون على الكناري وعلى البيريش. فانطلاقا من اليوم ان شاء الله غنبداو نلوحو فيديوهات على الكالوبسات. فاول فيديو لحت هو هاد الكالوبسات الالبينو اللي هي كوبلة عندنا مفرخة 5 وليدات اللهم بارك. وهاد الوليدات كنا حاولنا نقومو بالترويض نتاعهم، لكن للاسف ما يمكنش، كاين شي ظروف معينة وكاين الوقت ما كاينش باش نقومو بالترويض. هاد الكوبلة اللي هي البينو، يعني كنقولوا دم البينو، راها عطات كل شيء البينو 100%، ما كاينش شي حاجه فيها الالوان اخرى او لا مطاشيه. فكاين طفرات اخرى اللي ممكن حتى نقوموا بالتصوير نتاعها، لا اللوتينو لا البيرلي لا السيامو لا ليزابيل، كاع عندنا نقدروا نديروا عليهم فيديوهات ونشوفوا كيفاش نطوروا الانتاج نتاعنا وكيفاش نعتنيو بهاد الطيور حتى تكون بصحة جيدة وتكبر كاملة. فالحمد لله الأمور غادا مزيان، الاعتناء واضح، الأكل اللي كنقدمو هو البيض وكنقدمو الخرطان وكنقدمو الزوان بجوج الشكلين، لبشنا يعني داك الكركب وداك الطويل اللي كنعطيو الكنار والآخر اللي كنعطيو البيروش، وكنقدموا الزريعه ديال نوار الشمس، وكاين حتى زريعه الكتان اللي ممكن اننا نقدموها بعض المرات، والماء يكون وفير. اهو انا ضد هاد القفوزه، فانا كنفضل ان الكالوبسات يكون في المسرح، يعني باش ياخذ راحته في الطيران ويكون الريش ديالو كامل ويكون واضح. فردرناهم في هاد القفص، يعني خدمنا هاد المده في القفوزه، غادي مباشره ان شاء الله غادي نحولوا كل شيء للمسرح وغادي نخدمو في المسرح. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، والله يوفقنا ويوفقكم جميعا.